اهلا بكم، اهلا بضيوف الكرام الاستاذ عبد الله العتيبي والاستاذ عقل الباهلي، الدكتور امل الهزاني، الدكتور زين ابراهيم. والى موضوعنا التالي. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السبراني، وأمر بتعيين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان رئيسا لمجلس إدارتها. وضمت الهيئة في تشكيلها رئيس أمن الدولة ورئيس الاستخبارات العامة ونائب وزير الداخلية ومساعد وزير الدفاع، فيما صدرت الإرادة الملكية الكريمة بارتباطها بالملك وجعلها الجهة المختصة في المملكة بالأمن السبراني والمرجع الوطني في شؤونه، بهدف تعزيز الأمن السبراني للدولة لحماية مصالحها الحيوية وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة فيها. قل لي ايش شايف انت اهميه انشاء مثل هذه الهيئه، يعني في الامن الوطني، في التقدم التكنولوجي، في الحمايه؟ قل لي بس وبايجاز وجهه نظرك. والله انا مش متخصص في الحمايه الالكترونيه، لذلك يمكن يكون رايي مش يعني الراي اللي داخل في تفاصيلها المساله بحيث انه يفندها ويفصلها للمشاهد. لكن انا اعتقد انه يعني المستقبل هو مستقبل العمل هو مستقبل السبراني، الفضاء السبراني في على كل الاصعده يعني. فبالتالي اذا لم يكن هناك جدار حمايه قوي يحمي البلد، فاعتقد اننا سنسقط مع اول الذين سيسقطون خلال 20 او 30 سنه مقبله. يعني انا اعتقد هذه الهيئه هي بمثابه حرس الحدود الذين يقفون، هم بمثابه الجمارك. الان في زمن من يعني في وقت الأوقات كانوا الأعداء يستهدفون السعودية مثلا بالمتفجر، تهريب المتفجرات مثلا لإحداث متفجرات في مناطق معينة من السعودية. كانوا أيضا يستهدفون السعودية بتهريب المخدرات عبر الحدود أيضا، صحيح، للقضاء مثلا على القوة العاملة في السعودية أو شباب اليوم. لكن الآن أصبحت الأفكار المهربة هي التي تهدم، صحيح، سواء عن طريق التواصل الاجتماعي، سواء عن طريق الفيروسات اللي تخترق أجهزة الوزارة الفلانية أو الشركة الفلانية، مثل ما حصل في أرامكو قبل فترة، وماذا حصل في أيضا أجهزة حكومية قبل فترة أخرى، أو حتى عن طريق أحيانا مثلا المشاركة وإذكاء الفتن هنا داخل البلد من خلال معرفات وهمية. بالضبط، وهذا أعتقد أو إعطاء أسماء سعودية. أعتقد أن من يقوم بهذا الدور هو مركز اعتدال الآن. يعني أنا أعتقد أن هذا الهيئة لها أهداف أخرى، اعتدال يقوم بهذا الدور، وهذا دور مهم جدا الآن، أنه يحاصر الأفكار المهربة التي قد تنفجر في السعودية في أي وقت. أنا أعتقد أيضا من أسماء مجلس إدارة الهيئة، رئيس الهيئة هو الدكتور مساعد العيبان. مساعد العيبان معروف يعني بخبرته القانونية وأيضا من الرجال الأكفاء في البلد. مجلس الإدارة، رئيس الاتصالات، رئيس مساعد وزير الدفاع والطيران، رئاسة أمن الدولة، نائب وزير الداخلية، المباحث. فهذا مش يعني قرار يوم وليلة. أنا أعتقد أنه هذا الأمر يعد له من سنوات، والآن أصبح في يعني على أرض الواقع. ممتاز، إيش تعليقك يا دكتور زينب؟ بالنسبة للأمن السبراني، هو فكرته عملية حماية للخوادم الخارجية والداخلية للمملكة، وهذا تطور طبيعي جدا لأي بلد في العالم يستخدم التكنولوجيا، وهذا نوع من أنواع الأمن اللي يفترض أنه خطوة، يعني أنا أعتقد أنها هي خطوة جيدة، ولكنها الحمد لله أننا يعني بدأنا فيها ووضعنا لها هيئة الآن خاصة من أجل حماية كل ما يتعلق بأمن الدولة وأمن البلد، وحتى مشروعاتنا يعني كل المشروعات الاقتصادية والمشروعات التكنولوجية. وعندنا مشروع اليوم، طبعا المشروع هذا قائم على التكنولوجيا، فالتكنولوجيا هذه وهو ثورة نعتبره ثورة ثقافية. يعني لما نقول إحنا الآن احنا في عصر التكنولوجيا، فلما احنا نقول امن سبراني وعندنا مشروع نيوم، فكلاهما يعني خطان متوازيان
مع بعض. أوكي، فكلاهما لابد أنه هذا مرتبط في الشيء الآخر. فعندنا التكنولوجيا هذه لما نحمي إحنا أمننا القومي، هو عبارة عن يعني وتكملة لكلام الأستاذ عبد الله، حماية للأمن القومي، وعبارة عن أنا أعتبره ثورة ثقافية الآن لحماية حتى المشروعات التكنولوجية والاقتصادية. والآن إحنا كلنا شغلنا على الإنترنت وعلى الشبكات، فهو صحيح. الآن وانت عارف انه حتى إسرائيل الآن هما من الدول المتقدمة في أمن الشبكات، صحيح، وشاطرين جدا في العالم في عملية اللي حتى بحوثهم فيها المطلع البحوث وكذا كله في أمن الشبكات. فأتمنى انه احنا فعلا نواكب هذه الدول في هذا المشروع. أنا سعيدة في المشروع هذا وإن شاء الله راح ينقلنا نقلة بإذن الله. ممتاز. أستاذ عقل، أنت خارج الهواء كنت تقول مالك في هذا، لكن في النهاية أيضا هل تابعت أنت مثل هذا الجهاز والتشكيل الذي تم من خلاله، يعني زي ما قال أيضا عبد الله، ولا المباحث كل القطاعات الأمنية دقيقة، فهل عندك تعليق في هذا؟ عندي فهم، أنا فهم ما له علاقة بشي زينون، بس عندي فهم أنه كان كل هذول اللي في مجلس الإدارة كلهم كانوا يراقبون ويحاولون يحاولون يعني يسوون حمايات، بس كانوا كل واحد عنده يعني في مجال وفي جهازه الخاص، في جهازه. وبالتالي الآن أنت تجمع قدرات هائلة في مكان واحد، يعني هذا طبعا يضيف يعني صحيح. قدرة لهم، والكوادر تتوحد والجهد يتوحد ومصادر المعلومة تتوحد. أيضا نحن نذكر كل المراحل اللي مرينا فيها في الأخير، طبعا في بس شغلة مهمة عند الناس، دائما الرقابة ولا على المعلومات تفسر بأنها يعني لما يقولها الناس، ما يتحدثون فيه الناس. الخطر الآن أكثر من علاقة الناس بالمعلومات، الخطر الاقتصادي الآن على، ولذلك تذكرون لما انضربت أرامكو، هذا ما كان يبحث يعني هذا التهديد اقتصادي بحت، يعني ما كان اللي يفهمونه الناس يعني. فأنا أعتقد أنه هذا شيء يعني مسألة أن يكون، تذكرون الأحداث الأخيرة، الاختراقات الأخيرة، الفيروسات هذا اللي جاء، يعني كان الجهات اللي مسؤولة ساعة مدينة الملك عبد العزيز وكل يعني يقول أنا مالي، على الأقل الآن أمام صانع القرار فيها الآن جهاز مسؤولة عن هذا. أيضا أكيد اللي يشتغلون في هذه الحقول يحتاجون تشريعات، لأنه في أشياء أنت عشان تعاقب أحد أو تقول إن هذا مخطئ في هالحالة تحتاج إلى تشريعات. هذه الهيئة يعني تخلق بيئة قانونية للتعامل مثل هالمخاطر اللي تجي، يعني تعرف مو بس إن تحقيق، لا بدك شغل قانوني يواجه المخاطر هذه، لأنه أيضا المخاطر هذه يكون فيها أحيانا تعاون من جهات، من يعني أفراد، من بالتالي بيئة، لازم يكون فيه بيئة قانونية توفرها الهيئة. ممتاز. دكتورة أمل، أيضا أنا أظن أنه كان عندنا إحنا مشكلة فيما مضى، الآن من خلال هذه الهيئة ستزول هذه المشكلة. وش المشكلة فيما مضى؟ أنه جزء كبير من الكوادر في هذه المسائل غير سعوديين. الآن التوجه في الهيئة، هيئة الأمن السبراني، هو لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهل، بل وتدريب. إيش رأيك أنت في هذا التوجه؟ يعني أنا بالنسبة لي أتحدث مثلا عن جامعة الملك سعود، أذكر يعني عام 2010-2011 كان فيه توجه كبير من كلية علوم الحاسب والمعلومات لعقد دورات يعني مكثفة واستقطاب باحثين وعمل بحوث حول اللي يسمونه الأمن المعلوماتي أو الأمن الإلكتروني. طبعا كل الآن يعني كل مؤسسة حكومية سواء قطاع عام أو خاص، يعني حكومية عامة أو قطاع خاص، كلها لديها إدارة للحماية الإلكترونية. يعني مثلا عندنا إدارات حساسة جدا، مركز المعلومات الوطني أبشر مثلا، يعني كم المعلومات الهائل والحساسة اللي موجود فيه. مدينة الملك عبد العزيز أيضا لديها، كل جهة كانت تحاول تحمي نفسها وتقي نفسها من أي اختراقات من هذا النوع. الآن في دعوة للكوادر الشبابية من السعودية، في المبتعثين اللي يعني رجعوا بتخصصات دقيقة، من ضمنها كان الأمن الإلكتروني، لأنه يعني خلينا نقول من 4-5 سنوات ظهر مسمى أو مصطلح الإرهاب الإلكتروني. يعني اليوم الحزب الديمقراطي الأمريكي يتهم أن روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية، والروس يقول اثبتوا، وفي مراسلات وما زالت تحقيقات جارية.
يعني يهمني انه يعني عامه الناس تفهم كلمه سبراني مثلا او تبسيط لها. أنا سبراني يعني السايبر، يعني العالم الافتراضي. كل ما هو افتراضي. اليوم مثلا تشغل طائره درون، طائره من غير طيار، هذا تعتبر انظمه تشغيليه. معلومه مهمه او وثيقه مثلا وزاره الداخليه والخارجيه، هذه تعتبر معلومه مهمه. نفس كلها تقع في تحت هذه المظله، سواء كانت محتوى معلوماتي، سواء كانت نظم تشغيليه، ايا كانت ستكون من مهام هذه الهيئه حمايتها. ممتاز. فاصل ثم نعود اليكم.